الله يرحمه توفى وأنا كنت في بريطانيا. الله يرحمه. فطبعا محمد أخوي كان الوالد طلب يعني شجعنا كلنا أن نروح ندرس في الخارج، ما عدا محمد أخوي الكبير طلب منه أنه يستمر معه عشان هو يكون مسؤول عن الشركة. لما توفى الوالد بعد ما كان رايح في ألمانيا مع يسوي عملية، بعدين محمد أخوي تولى الشركة فصار هو المسؤول. في أمريكا كنا راتب البعثة كان 222 دولار يعني شهريا، فكنت أنا وإخواني يعني نتشارك في شقة واحدة ونتقاسم ثلث للإيجار وثلث للأكل. طبعا ما تكفي للسيارة عشان الواحد يبغى سيارة وهذا، فعاد نكتب الأخ محمد، الأخ محمد مو دائما حريص انه يفتح المكاتب، يعرف انه طلبات طلب فلوس، لكن الحقيقة ساعدنا وبالفعل قدرنا نشتري سيارة ونستمر. كنا إذا احتجنا شيء يعني فترة نطلب ونحصل عليه، لكن والله ذاك الوقت يعني كانت يعني اللي يجي من البعثة كانت تكفي، لأنه غير ال 220 كان الرسوم الدراسية مدفوعة، التأمين الطبي مدفوع، فيعني كانت تكفي بالنسبة للطالب العادي، خاصة إذا كان تشارك مع إخوانه ولا زملائه في الشقة وفي مصاريف الشقة.